اهلا مرحبا بالناس كاملين في مدينه مراكش، مدينه البيجا والضحكه. مرحبا بالبريس عندنا في مراكش، الساعه مبروكه هادي. مرحبا بكم في محل جنة في البرانس، المحل كيدخل من مراكش نعم لا لا، البوتيك الاولانية هانتي صوري معنا كل شيء موجود اللهم بارك. وين المليح القندرة مراكشية بجوية هانتي ها، والاثمنة مناسبة هانتي موجود الخير اللهم بارك الحمد لله. ولاحظنا واحد الملاحظة بلي انه من بعد المونديال اللهم بارك، من بعد المونديال اللهم بارك تحرك القنت، تحركوا السياح، كاين الخدمه، كاين الرواج الحمد لله، اللهم لك الحمد. رضا اكثر حاجه كتبيعوها في هذا المحل شنو عندكم جلاله؟ عندنا قفيطناط، عندنا جلبات حتى للرجال، عندنا قوانزيرات، عندنا المليح، البليغه حتى لمراكش فهمتي؟ داك الشيء مقعد، ارى لي اخو عبد الرحمن هذيك البليغه ديال مراكش. انا اللي جات نجلي خاطر. كل واحد دابا بالنسبه للتوريست يبغوا حاجه بلجيه ترازيسيون بحال هكا جبادر 3 بياس. بالنسبه للعيال كيجيو تياخذنا عندنا بحال هذا الموديل، هذا عندنا موديلات جداد، جلابه بالكاب ديالها شي حاجه الكاترفيل وشي حاجه مخدومه باليد فهمتي، شي حاجه معتبره. الناس اللي كيجيو عندكم واش في المغاربه ولا كيجيو عندكم اجانب؟ عندنا حنا الحمد لله تيجيو عندنا من كاع اجناس العالم، عندنا مغاربه من هولندا من المانيا من سبليون، عندنا السبليون، عندنا الفرنسيس، عندنا الجزائريه تيجيو، زعما قال الجزائر تيجيو المغرب الحمد لله، عرفتي مراكش تشوف فيها جميع الاجناس. دابا حنا كنشوفوا حنا الحمد لله في مراكش عندنا الخدمه على طول العام الحمد لله. ايوا شهر واحد وجوج وثلاثه تكون القضيه فيهم شويه ناقصه فهمتي، مي خمسه واربعه واربعه وخمسه وسته وكذا تيكون الامور ميسره، ولكن الحمد لله شنو كيتا قال لك انا واحد جوج ثلاثه سالات حباب الناس الرباط، من حباب الناس المغرب كامل عندنا هنايا مرحبا بكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.